بعد ساعات من أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليمين الدستورية، هنأ الرئيس المصري الشعب الأمريكي بتولي الرئيس 45 مهام منصبه. وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أطيب تمنياته لترامب، متطلعا إلى توطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين من أجل تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط المليئة بالتحديات. وكان السيسي قد سبق نظراءه العرب بتهنئة ترامب عقب الإعلان عن فوزه بالانتخابات الرئاسية قبل نحو شهرين، وهو ما دفع مراقبين إلى توقع علاقات جيدة مع الجانب المصري، خاصة بعدما تعهد ترامب أكثر من مرة بمحاربة الإرهاب. الآن هناك نقطتين أساسيتين مركزيتين لآفاق التعاون بين البلدين، أولاهما التنسيق فيما بينهما لمحاربة الإرهاب، الأمر الآخر حرص مصر على إيجاد حلول سياسية للعديد من الأقطار العربية التي تشهد بؤرا ساخنة. وكان الرئيس السيسي قد التقى المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من العام الماضي. وخلال اللقاء قال ترامب إنه حال انتخب رئيسا للولايات المتحدة ستكون بلده صديقا يمكن أن تعول عليه مصر. كما قال إنه سيقوم بدعوة السيسي لزيارة واشنطن، خطوة يراها خبراء ضرورية لبدء مرحلة جديدة من التنسيق بين الجانبين. زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى واشنطن لتلبية دعوة رسمية معناها على المستوى الاستراتيجي هو أن العلاقات بين البلدين هتستعيد زخمها التقليدي اللي عصرناه وشاهدناه وتابعناه ورصدناه منذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. أما الشارع المصري فيختلف بين من يتوقع علاقات جيدة بين البلدين ومن يرى أن الوقت ما زال مبكرا للحكم على هذا الأمر. أنا متفائل بهذا الرجل جدا، وأتوقع أنه هيحدث تغيير جذري في المنطقة وفي العالم كله. إحنا فعلا ما شفناش منه حاجة ترامب، لسه بداية جديدة، هنشوف هيعمل إيه. يعني ده اللي احنا منتظرينه، ان هو يحارب الارهاب ويوقف الدنيا عن المسار الغلط اللي ماشيين فيه. وبالنسبه للملفات الاقليميه، يرى خبراء ان هناك تقارب بين مصر والولايات المتحده فيما يتعلق بالعديد من الملفات، وعلى راسها الملف السوري، حيث يدعم الطرفان الحل السياسي للازمه السوريه. التوافق بين الرئيس المصري والرئيس الأمريكي الجديد على محاربة الإرهاب جعل مراقبين هنا يتطلعون إلى مستقبل أفضل فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين. النظرة نفسها يتبناها الشارع المصري الذي ينتظر خطوات فعلية في إطار التنسيق بين مصر والولايات المتحدة للقضاء على الإرهاب. دميانة سعد، الحرة، القاهرة.